السلام عليكم خواتاتي وصحباتي وخالاتي والميمات اللي كيتابعوني، كي دايرين؟ اش كتعودوا؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم مع سناء في فيديو جديد ان شاء الله. كنرحب بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، وكذلك كنرحب حتى بخواتاتي القدامات اللي ديما مسانديني لهلا يخطيكم عليا. اليوم فيديو جديد كله طاقه ايجابيه، روتين تحفيزي ان شاء الله غادي يكون مليء وعامر شويه. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، وكذلك الى عجبكم ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات الزوينه ديالكم باش تشجعوني، وكذلك دوك التعليقات الزوينين اللي كتفرحوني وكنستمتع بهم وانا تنقراهم وكنتعرف عليكم اكثر وكنحبكم اكثر. الله يخطيكم عليا. المهم هنايا راه البنات يلاه فقت فطرت بنتي. اول حاجه الخواد لا ماشين اللي البارح عمرات عمرتها البارح، واليوم رانا تنخوي فيها، وخليكم معايا من بعد وغادي نجي نطلع لكم نخوي لا ماشين وانا معاكم. يلاه غنجيو نقول لكم كي دايرين، لاباس بخير كلشي مزيان الحمد لله. مهم البنات كنشكركم على تعليقاتكم على اللايكات ديالكم على الحب ديالكم اللي خطيكم عليا وخلاص. و الا كنتي اول مره انتيا كتشوفيني انت اللي كتشوفيني ديري ابوني وغركي على داك الجرس باش توصلي باي جديد عندي. و الا عجبك الفيديو ما تخليش عليا باللايك ديالكم. اليوم فيديو ان شاء الله يكون بواحد الطاقه ايجابيه. شتوني الصباح كنت يلاه رجعت خويت لا ماشين وعاود عمرتها، طلعت بدلت عليا حويجاتي، لبست هكا تريكو وواحد السروال بحال ما هكا. ايوا صافي البنات بغيت غير نلبس اليوم هكا حوايج، ما بقاش ندور بالبيجامه في الدار. اليوم رشقات ليا على هكا صافي، درت لي واحد شويه العكر هكا. دابا غادي ندوز ندير واحد الجفيفه للدار. اليوم ما عنديش غنطيب العشاء لان الماكله ديال البارح باقي منها واحد شويه، غادي نزيد يمكن غير واحد نودلز، واحد نودلز غادي نطيبهم ونرافقهم مع داك الشيء وصافي. وقيله صافي حيت باقي من الماكله ديال البارح ما كاينلاش نطيب اليوم انتفا ان شاء الله. وقيله غادي ندير شويه المسمن وقيله. مهم اول حاجه نجفف بعد الدار، نطلع ندوز على الحمام واحد التدويزه خفيفه. راكم عارفين كنغسل وجهنا داك الصابون كلشي كيترش على المرايه، راه ضروري السانيتير ديالنا خصو كل نهار ندوزو عليه هو والتواليت راكم عارفين. صافي دابا اول حاجه ندوز على الدار ونطلع ندوز على واحد التدويزه خفيفه الحمام. اما البيوت رانا جمعتهم وكلشي، وعندي واحد التصبين واقيلا خصني نصبنو. صافي المهم انتم معايا اليوم فيديو طاقه ايجابيه، نحفزكم واحد شويه نحرككم واحد شويه، ما نكونوش ناعسين. انا جيت لكم على لا ماشي بالبيجامه يا سيداتي وصافي. المهم خليكم معايا.
المرايه راها نقيه والكتن ضروري كندوز عليها. كذلك لافابو كندوز عليه كل نهار كما عارفين كنغسلوا فيه وجهنا. وهذا بالنسبه للمرايه غادي ندوز على غير هذا حيت راها نقيه، ندوز عليها بهذا ونعاودها بهذا. بالنسبه للافابو غادي ندوز عليه بهذا، ندوز على غير بهذا وشيت صافي. وشيت راه كنحك بها كلشي 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 لافابو وروبيني وكلشي صافي. ومن بعد كنكمل بهذا كنمسح بهذا. مهم نحاولوا ننظفوا الحمام ديالنا بابسط الاشياء، غير تدويزه خفيفه باش هكا ما تزيدش شي على حياني. كتشعل شوف هانتوما مع الضو شتوها كتولي كتشعل، وكذلك الميتر هنايا كيولي كيشعل. غير تدويزه خفيفه كل نهار باش ما يتراكمش علينا الوساخ وباش ما يتراكمش علينا شحال من حاجه. عاد ديك المره في الاسبوع عاد كنديروا هذاك جافيل ونديروا برودويات وحك بالشي بهذاك سميتها البونجا وشلل ودير الماء بزاف وكذا صافي. المهم بقى لي لافابو. بالنسبه للفوطه كل نهار كنبدلها ضروري، كل يوم كنبدل انا الفوطه ديال الحمام. ايوا البنات الدوش ديالي كملت ومسحته كامل، ديما تندوز عليه كل نهار لان راكم عارفين. والفوطه ضروري تبدل كيف قلت لكم كل نهار، لان داك الميديتي هي اللي كتكون فيها بزاف ديال البكتيريا. نحاولوا نبدلو الفوطات ديال اليدين او ديال الوجه كل يوم نتفاداهم، وحاولوا ما امكن فيما تمسحوا فيهم يديكم علقوهم في الشميشه الا هكا كانوا ناشفين ماشي مشكل، اما لا كانوا يلا غسلتوا فيهم يديكم ولا وجهكم ديما علقوهم في الشميشه الا عندكم، ولا ما عندكمش شميشه علقوهم فوق الشوفاج باش هكا كتحيد منهم ديك الميديتي كامله. الشرجم ديال الدوش كل نهار كنخليه محلول واحد نص نهار كامل ديال الصباح باش ما تكونش هنايا الرطوبه هاك يدخل الغربي للدوش وصافي. المهم دابا شنو باقي ليا؟ اجيو معايا وكتصب البنات شحال هادي ما صبات، جايه شي سيمانه دابا ما صبتش الشتا. وشوف الشتا الجرا بدا كيذوب، شوف قدام بابي راه كرطنا البارح هشام كرط باش ما يبقاش بحال كنصوصو رجلينا تما عاد نتمو جايين، كرط هنا وكرط الجهه الاخرى. ايوا نتوما كتشوفوا الشتا، والله الا كنت باغي نخرج اليوم الشتا كتصب ماشي مشكله. يما ما عنديش تصبين طلعت لقيت ما كاينش بزاف ديال الوسخ، بيت نورا بنتي جمعتو حنا يدوزت واحد الشفيفه. يلا دوزت واحد الشفيفه دابا غادي نهبط في حالاتي لتحت بنتي كتفرج. هبط هذا باش نعمر السليله اللي كاينه في التواليت بابي تواليت. كنهار اللي ما كيكونش عندي طيب بزاف الحوايج كنستافد منهم. هزيها بنتي هزيها. ايوا صافي قلت لك النهار اللي ما كيكونش عندي فيه طيب كنستافد منه بزاف الحوايج باش
هاك ما كتغيري الروتين، ما كتبقيش ديري نفس الحاجه اللي درتيها البارح ديريها اليوم، واللي درتيها اليوم ديريها البارح. هذا اللي كاين. المهم بلاتي نتلاقى معاكم. صافي رانا جنت المسمن، غادي نخليه يخمر نرش كيعجبها. وهذا الويكاند اللي فات ما درتوش ليهم، درتو اليوم الويكاند اللي قبل من هذا اللي فات ما كنتش درت ليهم المسمن ودابا درتو. غادي نخليه دابا يخمر، غنغطي ليه بشي حاجه اللي هي سميتو سخونه وصافي نخليه يخمر حتى يخمر. ديك الساعه عاد غادي نخبزو. نخبزو اليوم غير في المقله، ما غاديش نجيب هذيك سميتو، ما غاديش نجيب هذيك شويه طويله باش غادي نشوي، باش غادي نطيبو نشوي. صافي البنات، ملي كنسالي دائما كنمسحها بحال ما هكا بهذوك المناديل اللي هي فيها البرودوي. بزاف البنات ديما كيسولوني وراه كنجاوبكم، اذا ملي كيتزادوا البنات جداد ما فيها باس نعاودها. بالنسبه لهاد العجانه كنتو سولتوني عليها ياكو، هاد العجانه البنات جبتها معايا من المغرب. غنقول لكم شنو قصتها، حتى ساكتين شنو. شوف راه كانت ديجا تخبطت ليا من هنا للارض، غير مشيت غير هنا وجيت بقات كدور تخبطت، تشقات ليا من هنا. ولكن صباره سميتها مولينيكس، هذه جبتها معايا خشيتها من مرجان من المغرب. رفيتها قلت لكم باللي كان عندي محل ديال، كنت دايره محل ديال الماكله في المغرب، وملي بغيت نجي صافي بعتو ما لقيتش اللي وقف ليا فيه. وكنت شريتها، كنت شريتها للمحل، كنا كنعجنو السمان، كنا كنعجنو فيها الخبز، المهم اي حاجه. كنت خديتها ب 2500 درهم، ولا 3000 درهم بحال ما هكا. وشوفوا دابا شحال وهي عندي، راه اكثر من 9 سنين هذه مسكينه وهي كتجاري معايا. الله يعمر ليها الدار، ما خسرت ليا ما حتى شي حاجه، راه فيها تاع الصاره، فيها تاع الصاره البنات. ايوا هانا قلت لكم هذه راه جايبها معايا من المغرب حتى هي حارقه. لا لا ما حارقاش، هي جايه بوراقها. المهم دابا البنات غادي نخوي الثلاجه نمسحها، وديك الساعة بما خمر ليا نيت المسمن. هات الوحدة وربع هادي غديت بنتي وطلعت تنعس. انا صافي مكملة الدار كاملة، راكم شتوني جففت وجمعت الدار كاملة، مبقى عندي ما يدار دابا. بالنسبة للعشاء ها هو هنايا باقي الحوت، هنايا الروز اللي غادي نزيد به هو هادي. هادي البنات هادي كتبقى بحال ما هكا خاوية، ونتي كتديري عليها أي حاجة. غادي نديرها هي وغادي ندير معاها شويه مرقاز غادي نجبدو حتى هو نحطو. المهم انا حيت ما باغاش اليوم الحوت، هشام ونور ياكلوا الحوت، انا غادي ناكل مرقاز مع هاد مي. صافي هنايا موجده الزبده، موجده هنايا السميده، هاد الصوصوجه حتى يلاه تغديت باش بالسوشي ديال البارح. موجده الزبده باش غادي نورق المسمن. دابا شنو غادي ندير؟ واحد قهيوه ومشي نعطي ليا واحد الراحه، قسط من الراحه بما خمر ليا غير المسمن، وديك الساعه نرجع معكم. البنات طلعت بنتي تنعس هي تحشته. المهم البنات ديما الا فقتو بكري كتقضيو شغالكم وكتعطيو راسكم الوقت ديال الراحه. خيال ما كتصبحي ناعسه، اول حاجه ملي كتنوضي معطله من النعاس مع ديك العشرة ونص هكاك، كاينه اللي كتنوض حتى 11، كاينه اللي كتنوض مع 9 ونص. ملي كتنوضي في هذيك الوقيته كتنوضي اصلا مدقدقه، كتنوضي اصلا ما قادراش تشقاي، كتجلسي كتعطي راسك واحد الوقت امتى تفطري وامتى كذا. انا البنات كنوض 9 د الروب كتلقاني فايقه، بنتي كتنوض مع 8 ولكن انا 9 د الروب كتلقاني فايقه، كنوض باش يلا نفطرها. كنفطر انايا 9 ونص تلقاني واقفه في الكوزينه وجدت تعشاتي، وعاد كنطلع نبدا نجمع الفراش وكذا وكذا. المهم البنات دابا صحات الشتاياك، غادي نشرب لي واحد قهيوه ونتسنى نور حتى لديك 3، كندير لها واحد ساعتين تنعسها 3، غادي نفيقها نمشيو نخرجوا واحد شويه. المهم غنمشيو نخرجوا، كنبغيو نسرحوا رجلاتنا حسن ما تبقاي جالسه غير في الدار. كتخرجي تسرحي رجليك هكا حتى ما كتعكزيش، بنادم ملي كيبقى جالس في الدار عاد الظهر كيضرك ما كتبقايش حامله حتى تخرجي. المهم ما حدش الجو زوين هاكي. المهم البارح عمتي قالت لي راه غادي تجي عندي نهار الخميس، ايوا مرحبا بها. هذا اللي كاين، حيت ما مشيناش عندها السيمانه كنت مريضه،
ما كنتش نقول دازت عليا الجمعه وسبت الحد بالقريب ما نعاودش لكم. اداتني بنتي ايوا صافي يا بنات. المهم من بعد نرجع معاكم شوفوا فين مغطيه سميتو المسمن بهذاك البينوار ديالي بمخمل. بنات المسمن ها هو جاي شفتو، غادي نعري عليه هكا وغنخليه بلاتي حتى نشرب ليا قهوه وندوك الزميطه يا سيداتي، وعاد ديك الساعه نديرو نكورو وهكا نطلقو داكشي. بنات لقيت المسمن خمر درتو هنايا صافي، نخليه بعدا يدير يخمر الخمره الثانيه، من بعد عاد غادي ندوز باش نورقو وغادي نديرو في هاد المقيله الثقيله. هادي البنات راه ديال اندوكسي، كنت خديتها من ايكيا. اندوكسي هي هاد ثلاثه السلوكه، هادي هي اندوكسي زعما، راه ديال اندوكسي سيراميك ديال العافيه، تخشات في الفران ما كاينش مشكل، تخشى في ماكينه الماعن، ولكن انا كنغسلها غير بيديا، مرات كنخشى في الماكينه ديال الماعن. هادي البنات ثقيله الصراحه، كندير فيها البغرير، كندير فيها المسمن، كندير فيها البطبوط، المخنفر، بوشير، اللي بغيتو اللي بغيتي كديري فيها. وماشي غاليه الصراحه، مابقيتش عاقله شحال خديتها من ايكيا ولكن ما غاليهش. المهم غادي ندوز نغسل هادي ونجلس شويه بما تطلق ليا شويه المسمن. ندمتي انا لك عاللي درتو، ريسكيت بحياتي واللي نبغيهم، وتبعت انا رايي ودان عليهم، شمقت ابويا وامي نبوس ايديهم، انا ولا حسرة حالي حال الطير اللي تقصوا له الجناح، فارق السما وطاح، وحالي كي الخريب غرب على الافراح، وحالي في يوم يرتاح، وحالي حال الطير اللي تقصوا له الجناح، فارق السما وطاح، وحالي كي الخريب مغرب على الافراح، وحال في يوم يرتاح. كان طريقي بيان انا اللي ضيعتو، يندمتي انا على كاع اللي درتو، ريسكيت بحياتي واللي نبغيهم، وتبعت انا رايي والدنيا. سي مناتي كملتهم، عطيت بنيتي وحيده راه شفتو البريك تحطها تما كانت تبرد، ايوا دابا ها هما غادي نقسمهم في طبيصيل ونخليهم يبردوا، نحطهم هكا باش يبردوا. ايوا هادشي اللي كاين، حيت غادي تجي عندي كيف قلت لكم حماتي واقيلا نهار الخميس. ايوا صافي ما غاديش نكون سالي باش غادي نوجد المسمن الويكاند، اللهم نوجدو من دابا. اما حماتي ما كتبغيش تفطر بيه، البنات اللي تيقولوا لي علاش ما كديريش لا مسمنات الصباح ولا، راه كيكون عندي انا تيكون عندي مسمن في الفريغو، ولكن حماتي ما كتبغيش تفطر بالمسمن، ما تبغيش تفطر بكرواسا، ما تبغيش تفطر بسميتو بالبغرير ولا بالمخمر ولا لا، خبيز الدار تبريزيل ما تبغيش، خبيز الدار هو اللي كتبغي حماتي في الفطور. صافي راه وقيلا انايا راه وقيلا كنفكر لها اكثر ما كتفكروا لها نتوما، راه ماشي بقات فيكم ولا كدا، راه عز عليكم تكتبوا دوك التعاليق باش هي تقراهم وصافي. هي كتقرا التعاليق ولكن راه عارفه اشنو كاين. دابا شنو وحده نحيدو تنغسلو، غادي نغطي السيمنات ديولي وغادي نخليهم حتى يبردو ونديرهم في بلاستيكات ونخشيهم في المجمد. فهمتوا البنات؟ تقوش ديروا هكاك حشومه ولا لا حشومه، ما فهمتش علاش كديروا هذيك الطريقه ديال الهضره ديالكم. العكر كي ولا والله الا قلت لكم حشومه تبقاو تقولوا بحال ديك الهضره، علاش ما كتفطريش حماتك، علاش ما تفطريش، علاش درتي لحماتك هكاك ولا ناتو. بيناتنا حنايا داكشي بيناتنا، انا كنبارطاجي معاكم نهاري، ندير ليه الله يجعلني نخليها حتى بالجوع، شنو المشكل؟ علاش نتوما غادي تدخلوا في داكشي؟
وشمتي انا في حماتي وكنكبر بحماتي وكان كندير داكشي اللي كيدير داكشي اللي كنعرف ليه هو اللي كندير هادشي اللي كاين كنقدروا ندير لها الفطور داكشي الفطور اللي هي كتبغي شي حتى البيض قليل فين تبغي تفطر به البيض هكا فهمتوا يعز على خبز الدار الزبده ما كتاكلهاش خبز الدار مع فرماج ولا داك سمير كاس داك الفرماج اللي كيتدهن يا جبان يا هادشي تبغي تبغي زويته بلديه تبغي زيت ارغان اما داك الفطور بحال المسمن البغرير داكشي الثقيل ما تتبغيش الفطور ديريها زبخت بلاستيك ايوا صافي البنات بنيتي راه ناضت من الناس عطيتها مسمنه ثلاثه قالت بغيت الحليب بالشكلاط راه عطيتو ليها شربيتو دابا صافي هادشي اللي كاين وقيله غادي نجيب عيد نقول لي ايري جيب بيتزا مبره مابقيتش غادي ندير هذه الصراحه مابقيتش غنديرها صافي راه كاين الروز قلت لكم الحوت كاينه واحد الحوت اخر دابا غادي نقول لي جيب عيد بيتزا وحيده من برا تكون كما كانت الله يجعل ما تكونها خاويه غندير عليها الطون من الفوق وشويه الفلفل راه باقا عندي ودخلها الفران صافي لا اقل ولا اكثر هذا اللي كاين ما نجهدوش على راسنا ما رشتونا احنا العيالات راه كان كل نهار نطيبو كل نهار نطبخو كل نهار نديرو الشيوات ايوا رجع في الله مره ما نطيبوش ما فيها باس الا جاب راجل ماكله من الزنقه ما فيها باس كيف كيقول نيت راجل يقولك حنا راه مجوجين بكم ماشي بالسيف عليكم طيبوا لينا درات تيقولها راجلي تيقول لي مع كنقولي انا قلت لي ناري ما طيبت والو شي مره نقول لي ناري ما طيبت والو تيقول لي شوفي نتوما عيالاتنا اه ولكن ماشي بالسيف عليكم طيبوا لينا وماشي بالسيف عليكم تصبلوا لينا حوايجنا هذاك الشيء كيبقى نتوما الا بغيتوا ديروا واش فهمتي وخاصنا نكونوا قال لك معاونين يعني انتي الا كنتي غادي طيبي وانا كاين في الدار انا نجمع الدار ما فيها باس الرجل والمراه كيتعاونوا في كل شيء قالك احنا كنخدموا على برا وانتم كتخدموا في الدار ولكن انتم الخدمه ديال الدار ديالكم مضوبل علينا حيت كطيبوا كتجفوا كتصبنوا كتحضروا الدراري كتخرجوا تسخروا الزنقه كتجيو الله يحسن العوان حنا كاع كنديروا خدمه وحده ما فيها باس نهار اللي نكونوا جالسين هكا جوج مجوجين يتعاونوا ما فيها باس هكا اللي تيتي مشغوله وخاص نور تاكل انا نوجد لها الماكله ما كاين فيها حتى شي ما فيها حتى شي عيب وفعلا الله يحفظه كيعاونني الله يجازيه بخير ما غاديش نعطيه بطبيعه الحال يغسل ليا المواعظ الغساله راه كاينه حتى قبل ما تكون ما كايناش الغساله يلاه درتها هذه 4 سنين قبل ما تكون الغساله كنت كنغسل المواعني راسي دابا ما كاينه كاينه كيعمرها ولا تيخويها طيب مره عاد تيطيب كنطيب انا اكثر منه راه كتشوفوني وكنبارطاجي معكم يوميات ديالي ما فيها لا كذوب لا نفاق لا حتى شي حاجه ايوا الساعه الله زعما بازلين حنا العيالات منا كلشي وثاني الواحد لما الى تعاون ما فيها باس ما فيها باس البنات العوين زين زين خايط المهم خواتاتي وقيلا نتوما غنسالي معكم لا فيديو هنا حيت مابقى ليا ما نصور غادي يجي راجلي غادي نتعشاو راه قلت لكم اشنو غادي نديروا العشاء لكن شي ما نصور نصور لكم ما كاينش نصور نقول لكم تهلاو في ريوسكم الى عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم هي اللي كتشجعني والكومونتيرات ديالكم الزوينه اللي كنقراها وكنتعرف عليكم وكنبقى عاقل على الاسماء اللي كتداول عندي في لي كومونتير كنبقى عاقل عليهم كاملين اي وحده كيتكينين واحد المجموعه في كل فيديو كنحطو كيحطوا لي كومونتيرات زوينه بحالهم وتيقولوا لي انت ختنا وكنبغيوك وما تعلاش عزيز علينا اه حتى نتوما عزازين عليا وتنحماق عليكم وكنبغي نقرا ميساجات ديالكم تخلوش عليا الكومونتيرات ديالكم واخا عقلي واخا ضحكة واخا بوسة وما تخلوش عليا واللايكات ديالكم اللي كتشجعني وكتوريوني واش الفيديو عجبكم ولا ما عجبكمش وبارطاج الا بغيتو بطبيعة الحال شوفوا البنات شوفوا جاوني وايرين صافي بدل حوايجي انا يمكن شهري على والو زوينين فنين نور كتبكي بغات هي تحل قالك عليه الباب قالت لي رجع خرج نحل عليك الباب ونصيفو هاد الوريده في هاد الحيط هادي ديال تواركه فيها سوسوك جابها وجاب وحده بالسبانخ هادو هما اللي جاب دابا ها
عند تركي ديرو. ايوا صافي هادشي اللي كاين هادي ديال النويره كانت شاطت من البارح جاها جوج نسخنتها لها دابا وحده راه خشيتها. ايوا صافي هذا اللي كاين. دابا ندوزو ناكلو هادشي بما وجدات البيتزا باش هادشي ما يبردش. نجيبو معك بيتزا نيشين صحه يلا ماما وامو يلا ديري مع اختي يلا حكم في الجنه في حطيت الوريدات البنات في هذا المحيبق الصراحه اللون ديالهم غزال. شوف البيض غزال ماشي بالضروره يكونوا حمرين شتي البيض كل جمع الغوص ولا موفرس وريدات زوينين صراحه. شويه النوار شويه الورد شويه الغرس في الدار راه كيعطي الدار واحد اللمسه زوينه الصراحه. غير هاد النبته هادي هادي البنات هادي راه دايره لي واحد اللمسه في الدار منساني الصراحه. أصلي قلت واحد النهار غادي نحيدها حيدتها طلعتها غير الفوق قلت زعما نبدل شويه المن والله هي تبقات بلاصتها وانا ننزلها رجبتها صغيره رجبتها قد الدكة وطوال كتسقى مره في السيمانه. البنات اللي عندهم بحال هاد الوريدات هاد الشجيرات ما تعرفوش ليهم راه كتسقى مره في السيمانه الصراحه. بغيت ناخذ هادو اللي ولاو دابا ورقتهم كبيره وبالنسبه لهادو راه باقا حاطهم تما باقي ما خسروش. شوف انا مزوينات نورا يلا طلعت دابا تنعس وانتم نقول لكم تهلاو فريوسكم مع الوريدات. سلامه.